سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. قوات الجيش الوطني تواصل التقدم غرب تعز وتكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في مارب وحجة. البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لردع إرهاب ميليشيا الحوثي بحق المدنيين. وزارة الصحة تعلن تقديم 10,000 جرعة من لقاح كورونا للكادر الطبي في المناطق غير المحررة. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شنت قوات الجيش الوطني اليوم هجوما واسعا على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب تعز. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن وحدات من الجيش الوطني تشن هجوما عنيفا على مواقع وثكنات لميليشيا الانقلاب في جبهة مقبنة غرب المحافظة. كما أفاد مراسل سهيل نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية قوله بأن قوات الجيش حررت التبة السوداء وقرية القحيفة وصولا إلى أسفل جبل السن في مديرية مقبنة غرب المحافظة. ومؤخرا حررت قوات الجيش الوطني عددا من المواقع والجبهات في محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. لقي أكثر من 50 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم وجرح آخرون، وذلك بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي المشجح والكسارة غرب مارب. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوما لميليشيا الانقلاب في جبهتي الكسارة والمشجح وكبدوها 53 قتيلا وعشرات الجرحى. في غضون ذلك استهدفت مدفعية الجيش تحركات لميليشيا الحوثية الانقلابية في الكسارة والمشجح ودمرت عربة مدرعة وثلاثة أطقم، فيما دمرت مقاتلات التحالف عربة بي ام بي وعربتين مدرعة وخمسة أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية. في جبهتي الكسارة والمشجح غرب مارب لا صرخة للحوثيين ولا هيهات، بل بكاء وآهات وندم. فقد وثقت الكاميرا جريحا حوثيا وهو يصرخ باكيا ونادما بعد واحدة من المعارك الضارية. يتأوه أسير حوثي نادما: يا حسرة على ما فرطت في عتبات مأرب وإن كنت لمن الصارخين. بكاء لحوثي على منحدر المعركة بعد أن أسعفه أبطال الجيش الوطني لإنقاذه من الموت. ولعل الكثير يتساءل: أن لجيش يخوض حربا مصيرية أن يحمل عدوه على كتفيه؟ لكن إن صعدت معهم نحو القمة فلن يكون في الأمر غرابة. تجدهم قد أثخنوا في الأرض وفي السفح قتلا وتمزيقا لأفواج إيرلو، حتى غدت أطراف مأرب كأنها بوابة للعبور إلى الجحيم. جهنم الحمراء على أبواب مارب، كل ما ألقوا تقول هل من مزيد، يحشدوا من شرقها حتى المغارب، ثم تزحف فوقها كل العبيد، ومن يشوف أهوالها قد عاد هارب، ومن يشوف أهوالها قد عاد هارب، ومن ثبت نقطع له حبال الوريد. بتلك الحماسة القتالية يخوض أبطال الجيش الوطني غمار الحرب فيدمر الأفواج الحوثية وأنساقها وآلياتها. حوثي بايندم وبانك تص من قد ظلم، لا بدي يتحاكم وبانسق البنادق من دمه، لا عاد يتوهم ويحلم بس قد زل القدم، والشعب قد ترجم طموحه بالسيوف الصارمة. وحين يجمع المحاربون بين الشجاعة والحنكة، عندها يجيدون فن الحرب باحترافية تمزق الأعداء. إلى ما قرب المواقع وتركناهم، ثم التفينا عليهم وقع جزر الجزر فيهم. وعلى أطلال المعركة ترى ذكريات الأفواج الحوثية الصريعة مكتوبة على الأسلحة التي اغتنمت. هذا أبو حسين يود أن يقول: إذا طال الزمان ولم تروني ففي الكسارة كسروني. عبد الإله البوري، سهيل. أحبطت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة اليوم هجوما لميليشيا الحوثية الانقلابية في المحافظة،
وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجمات شنتها ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في مديريات عبس وحرض غرب مستبى. وأكد المصدر سقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في المعدات. إلى ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الإرهاب الحوثية في حجة. وقال مصدر عسكري بأن الغارات استهدفت آليات وتعزيزات لميليشيا الحوثي أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع للجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبى بمحافظة حجة. وأكد المصدر العسكري بأن مقاتلات التحالف نفذت 3 غارات استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحا مضادا للطائرات ومقرا عسكريا لميليشيا الحوثية. في الحديدة أحبطت القوات المشتركة مساء أمس هجمات لميليشيا الحوثي الإرهابية شرق وجنوب الحديدة. وقال إعلام قوات العمالقة بأن القوات المشتركة صدت هجمات حوثية ومحاولة تسلل في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة وكبدتها خسائر مادية وبشرية كبيرة. وفي قطاع الدريهم جنوب الحديدة دارت مواجهات عنيفة إثر محاولة لميليشيا الحوثي التسلل إلى المواقع الأمامية للقوات المشتركة سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الانقلاب. انطلقت مساء اليوم حملة إلكترونية واسعة تحت وسم دعم الجيش واجب الجميع لمناصرة أبطال الجيش الوطني البواسل الذين يخوضون معركة وطنية ضد ميليشيا الانقلاب والكهنوت الحوثية. وتهدف الحملة الإلكترونية التي تترافق مع حملة وطنية واسعة ينظمها نشطاء وصحفيون ومثقفون بالتنسيق مع مؤسسة وطن التنموية لدعم ومناصرة أبطال الجيش الوطني الذين يقدمون التضحيات الجسيمة في المعركة الوطنية والتاريخية الفاصلة في مواجهة ميليشيا الإرهاب الحوثية. وأكد المشاركون في الحملة أن دعم ومناصرة الجيش الوطني ماليا ومعنويا وتعزيز حالة الالتفاف الشعبي المشهودة حول المعركة الوطنية بكافة الوسائل هو واجب وطني وأخلاقي وتاريخي على المستويين الرسمي والشعبي. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الانقلاب تجاه السعودية. وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد دمرت مساء أمس صاروخا باليستيا وطائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط. وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه جرى رصد وإحباط المحاولات العدائية من قبل ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية مؤكدا أن هذه المحاولات تعد جرائم حرب. وأكد التحالف بأن قواته ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الإرهاب الحوثية التابعة لإيران باتجاه جازان في السعودية. وقال التحالف في بيان له إن المحاولات العدائية لميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وهي جرائم حرب. وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وكانت قوات التحالف دمرت في وقت سابق من مساء أمس طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران باتجاه خميس مشيط. أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق ميليشيا الحوثي لطائرات مسيرة مفخخة على مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية واستمرارها في تعريض حياة المدنيين للخطر. وأشادت الوزارة في بيان لها بالجهود التي تبذلها قوات تحالف دعم الشرعية وقدرتها على اعتراض وتدمير الطائرات المفخخة بكل كفاءة واقتدار. وجددت الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ومواقف أكثر حزما ضد ميليشيا الإرهاب الحوثية ومن يقف وراءها. دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحاسم لردع ميليشيا الإرهاب الحوثية عن جرائمها بحق المدنيين.
وأكد البرلمان العربي في بيان له أن أمن واستقرار السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي، ويمثل عمقا استراتيجيا ثابتا في منظومة الأمن القومي ككل. وحذر البرلمان العربي من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثية الإرهابية وتنفيذها لأجندة إيرانية خبيثة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد البرلمان العربي تأكيده على وقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بأن ميليشيا الحوثية الكهنوتية عملت على تجريف الهوية الوطنية وإفراغ الجمهورية من مضامينها ومبادئها الأصيلة والسامية في شتى المجالات، وتسعى لنقل التجربة الإيرانية الإرهابية بحذافيرها إلى اليمن. جاء ذلك خلال استقباله اليوم الطلاب اليمنيين المتخرجين من الكليات العسكرية والأمنية بالمملكة العربية السعودية. وأكد نائب الرئيس بأن الشعب اليمني الأصيل بتاريخه والمعتز بحضارته وهويته وبمحيطه لن يقبل ذلك، وبأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في كل مواقع في كل في موقع عمله. وبارك نائب الرئيس للخريجين النجاح وما أثبتوه من صبر وانضباط ومثابرة وتميز في التأهيل العلمي والبدني. وأشار نائب الرئيس إلى ما تتطلبه الخدمة العسكرية والأمنية من انضباط ويقظة والتزام عال، باعتبارها مسؤولية حملت على عاتقها الدفاع عن الشعب ومقدراته ومكتسباته وعن الأمة وعزتها، وهي مهمة جليلة تحظى بكامل الشرف والتقدير والاحترام. وأعرب نائب الرئيس عن تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وموقفهم الأخوي الأصيل في مساندة الشرعية ودعم اليمن واليمنيين في شتى المجالات. وكان قد أقيم حفل تكريم في مبنى السفارة اليمنية بالرياض لعدد من الطلاب الضباط المتخرجين من الكليات العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية. وقال سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني مخاطبا الخريجين وجميعهم من أبناء الشهداء، قال: أنتم الأبناء الذين تحملوا مشاعر التنوير والمعرفة، تحملوا مشاعر التنوير والمعرفة، وبكم ستبنى اليمن، وأنتم الإضافة النوعية لمن سبقوكم، فالوطن يبنيه الرجال أمثالكم. وأشار الزنداني إلى جهود القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي التي تولت على عاتقها بناء مؤسسات الدولة من الصفر بعد أن سيطر الحوثيون بقوة السلاح على الدولة ومؤسساتها. وأعرب الزنداني عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لما يبذلونه من جهود ودعم ومساندة لليمن في كل الظروف والأوقات. من جانبه دعا الملحق العسكري في السفارة اليمنية العميد الركن يحيى الوعيل دعا الخريجين إلى مواصلة الجهود والانضباط والتدريب ورفع مستوى الوعي لدى أنفسهم وزملائهم وكل أبناء اليمن من أجل تحصينه من الفكر الخاطئ والتشوهات التي لحقت به بسبب ميليشيا الإرهاب الحوثية. أقامت قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق في شبوة صباح اليوم حفلا خطابيا واستعراضيا بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من منتسبيها. وأكد قائد شرطة النجدة وأمن الطرق بالمحافظة العقيد عبد اللطيف ظفير أن هذه الدفعة ستعمل على حفظ الأمن والاستقرار والتدخل السريع لأي طارئ إلى جانب الوحدات الأخرى بالمحافظة. وأشاد ظفير بالدعم السخي المقدم من محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو ومدير أمن المحافظة العميد الركن عوض مسعود الدحبول، منوها بأنه سينعكس بشكل إيجابي على بناء المؤسسة الأمنية بالمحافظة. شرطة الدورية أمن الطرق وهي على ثلاثة أنواع: دفعة صف الضباط، والدفعة الثانية المهارات القتالية، والدفعة الثالثة من المستجدين، حيث سيكون عمل هذه الدفعات داخل المدينة لحفظ الأمن والاستقرار إضافة إلى زملائهم الأكاديميين.
ستكون كل فئة في عملها المخصص، مساعدين الضباط عملهم مخصص، المهارات القتالية ستكون تبع تدخل السريع، الأعمال أي شغب أو أي طارئ في المدينة، المستجدين موضح عملهم كالمعروف بفضل الله، ثم بفضل الأخ الأستاذ محافظ محافظة شبوه الأستاذ محمد صالح بن عديو، وبدعمه السخي يعني تشجيعه لهذه الوحدات الأمنية تم تخرج هذه الدفعة، بالإضافة للأخ العميد الركن عوض مسعود الدحبور. بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ مع البنك الدولي دعم التنمية طويلة الأجل في اليمن. وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة لها بأن ليندر كينغ استمع لرؤية البنك الدولي لما بعد الصراع في اليمن. وقالت الخارجية الأمريكية إن ليندر كينغ أعرب عن تطلعه إلى مواصلة المشاركة الإيجابية مع البنك والمجتمع الدولي بشأن طرق دعم التنمية طويلة الأجل لإفادة جميع الشعب اليمني. ويتدخل البنك الدولي بمشاريع اقتصادية وتنموية في اليمن بملايين الدولارات، ومؤخرا أعلن عن تخصيص 20 مليون دولار لدعم صيانة الطرقات في اليمن. أكدت الأمم المتحدة زيادة شحنات المواد الغذائية الواصلة إلى ميناء الحديدة في مارس الماضي بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020. ويأتي تقرير آلية التفتيش التابع للأمم المتحدة ليدحض المزاعم التي تتخذها ميليشيا الحوثي مبررا تصعيد الهجمات على السعودية والمناطق المحررة في مارب تحت مسمى الضغط حتى رفع الحصار. وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت رفضها في وقت سابق لمبادرة أطلقتها السعودية بهدف وقف الصراع في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية، كما رفضت الميليشيا مبادرة مماثلة تقدم بها المبعوث الأمريكي لليمن. عقد التجمع اليمني للإصلاح بمديرية تريم بمحافظة حضرموت لقاء موسعا للوجهاء والأعيان وعقال الأحياء والشخصيات الاجتماعية والسياسية في إطار فرع منطقة عيديد بالمديرية. وفي اللقاء استعرض الدكتور علي سلمة تجارب التجمع اليمني للإصلاح ومواقفه خلال العقود الماضية. من جانبه تحدث القيادي في إصلاح تريم الأستاذ علي صبيح عن مستجدات الوضع السياسي في البلاد، مشيرا إلى موقف الإصلاح الثابت من مختلف القضايا الوطنية بما فيها رفض الانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها. ودعا صبيح الحكومة إلى القيام بواجباتها في تطبيع الحياة والاهتمام بالجانب المعيشي للمواطن ووضع حد لتدني مستوى الخدمات وإيقاف الانهيار المستمر للعملة المحلية. كما تحدث في اللقاء الدكتور أنور مسيد عن خطر الفكر الحوثي مستعرضا عددا من عقائد وأفكار الحوثيين المنحرفة. وصلت إلى مدينة تعز قافلة غذائية من محافظة مارب مقدمة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات المحافظة. ونظمت القافلة مؤسسة وطن التنموية، ووصلت إلى جبال الشقب بوابة تعز الجنوبية، وهي القافلة الأولى التي تصل من مارب لتجسد مدى التلاحم بين أبناء الشعب ضد ميليشيا الإرهاب الحوثية. من مارب الصمود إلى تعز الانتصارات، قافلة غذائية دعما للمرابطين بالجبهات نظمتها مؤسسة وطن التنموية. منفذو القافلة أصروا إلا أن تتوجه نحو السحاب، نحو من يحمون بوابة تعز الجنوبية عبر صبر الشموخ الذي تخلص من الميليشيات سريعا في بدايات الحرب. فالميليشيات لا تعيش في الأعالي، فهنا يسيطر الصقور لتصطاد فرائسها. يا أبناء مارب الصمود، لقد وصلنا دعمكم المعنوي قبل المادي، والمتمثل بسحق الميليشيات الحوثية وتمريغ أنوفهم في صحراء أوديان وجبال مارب. وما دعمكم المادي لتعز إلا تعبيرا عن أصالتكم وشهامتكم وكرامتكم الذي عرفكم العالم به. وبهذا الصدد تتقدم تعز والقطاع السادس صبر وأبنائها ورجالها ونسائها بالشكر والتقدير لكل أبناء مارب ورجالها وأبطالها الميامين. نتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في مؤسسة وطن على جهودهم وعلى القافلة المقدمة لدعم القطاع السادس في اللواء 22، وعلى مشاعرهم الطيبة
وعلى الجهود المتبادلة ما بين المحافظات وجبهات المحافظات في محافظات الشرعية المحررة. يقول أبناء تعز بأن مارب قطعة من محافظتهم التي استوطنوها بعشرات الآلاف عندما ضيق عليهم الإنقلابيون، فكانت الملاذ لتصبح اليوم الداعم والواقف بجانب مدينتهم رغم معاناتها. فالكريم يجود بسخاء، والنضال والصمود والتضحية والانتصار والدفاع عن الجمهورية والوقوف في وجه المد الفارسي كلها نقاط التقاء بين مارب وتعز. وعندما تلتقي القبيلة والمدنية من أجل هدف شريف فانتظر المعجزات، لذا سيأتي يوم الالتقاء العظيم عندما يفرح الجمهوريون بنصر الله. المعركة واحدة والهدف مشترك واحد، وإنما يحدث من انتصار في تعز يفرح له إخوانهم في مارب، وما يحدث من انتصارات في مارب يفرح لها إخوانهم في تعز، والمعركة واحدة وملتحمة وإن كانت المنطقة متباعدة. تلك جبال الشقب جزء من تعز، قريبة من صحاري وأودية مارب التي يتحصن فيها رجال الجمهورية. وصل خيرها قافلة لدعم الجيش الوطني في تعز، فهدف المحافظتان واحد: التحرير والدفاع على اليمن والقضاء على الانقلاب. محمد يوسف، لقناة سهيل، تعز. ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز عددا من الإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا وتفعيل هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة. وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي على تحديد الإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي بتعز والاحتياجات والإمكانيات التي ينبغي توفيرها للتغلب على انتشار فيروس كورونا. ووجه الوكيل مكتب الصحة بإعداد دراسة عاجلة لإنشاء مراكز عزل جديدة لمواجهة انتشار الوباء، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستعمل على توفير الاحتياجات وإنشاء 3 معامل لإنتاج الأكسجين في المستشفى الجمهوري ومستشفى خليفة بالتربة ومستشفى المخا. وأقر الاجتماع عددا من المعالجات، ومنها العمل على دعم توسعة مركز العزل بالجمهوري وتوجيه جميع المستشفيات لإنشاء غرفة لفرز المشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا. أكد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح اليوم تقديم 10,000 جرعة من لقاح كورونا للكوادر الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال وزير الصحة في حسابه على تويتر إن منظمة الصحة العالمية استلمت 10,000 جرعة من لقاح كورونا لتعطى للكادر الصحي في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وجدد الوزير بحيبح التأكيد على فتح المجال للطواقم التي تريد أخذ اللقاح من خلال التسجيل عبر الرابط الذي وضعته الوزارة لهذا الغرض. وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تسجيل حالات إصابات ووفيات بفيروس كورونا في الأوساط الطبية رغم تكتم ميليشيا الانقلاب على الوباء. تفقد رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة المهرة القاضي إبراهيم بن زين أوضاع السجون بمحافظة المهرة، واطلع على أحوال السجناء بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وانتشار الحميات والموجة الثانية من وباء كورونا. وأوضح رئيس النيابة بأنه تم الإفراج عن 7 من السجناء من المتهمين في القضايا غير الجسيمة. من جانبه ثمن مدير السجن المركزي العقيد عارف أحمد ثمن جهود النيابة العامة على تفقدهم لأحوال السجناء والنظر في قضاياهم والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام. ختاما، بدأت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت دورة تدريبية للعاملين الصحيين في مجال الرعاية التنفسية ضمن مشروع دعم المرافق الصحية لمواجهة جائحة كورونا والذي تنظمه منظمة يمن آيد. وتهدف الدورة إلى رفع قدرات 20 متدربا من الكوادر الصحية بمراكز العزل في سيئون وتريم والقطن وإكسابهم مهارات ومعارف في مجال الرعاية التنفسية وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ورعايتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. قوات الجيش الوطني تواصل التقدم غرب تعز وتكبد ميليشيا الانقلاب خسائر كبيرة في مارب وحجة. البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لردع إرهاب ميليشيا الحوثية بحق المدنيين.
وزارة الصحة تعلن تقديم 10,000 جرعة من لقاح كورونا للكادر الطبي في المناطق غير المحررة. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.